منذ فترة أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل في معظم الأمور الحياتية والعملية، إذ أصبح مصطلح الذكاء الاجتماعي شاملا أيضا للتطبيقات التي تؤدي مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية، مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت وأيضا تحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق أتمتة العمليات كافة أو حتى المهام التي كانت تتطلب وقتا طويلا. ب 120 ثانية سنأخذكم إلى بداية الذكاء الاصطناعي في العالم. ظهر الذكاء الاصطناعي في سنوات الخمسينيات، واستخدم هذا المصطلح للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة دارتموث بشأن الذكاء الاصطناعي في صيف عام 1956. بحلول منتصف الستينيات تعثرت وتيرة تقدم الذكاء الاصطناعي حين تمكن الطفل في العاشرة من العمر من التغلب على جهاز كمبيوتر في لعبة الشطرنج عام 1965. حينها أشار تقرير أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 1966 إلى مفهوم القيود المتأصلة، ليتعرض الذكاء الاصطناعي لدعاية سلبية لمدة 10 سنوات. ورغم ذلك لم تتوقف البحوث، لكنها أخذت اتجاهات جديدة وانصب الاهتمام على علم النفس المتعلق بالذاكرة وعلى آليات الفهم لمحاولة محاكاتها على الكمبيوتر، والتي أدت بطبيعة الحال إلى تطوير ما يسمى بالنظم الخبيرة، وسميت كذلك لأنها قد تتطلب استخدام معرفة لخبراء مهنيين لاستنساخ طريقة تفكيرهم. وقد أثارت هذه النظم آمالا كبيرة في أوائل الثمانينات بفضل التطبيقات المتعددة التي تم إنجازها أو إنتاجها، ومنها على سبيل المثال التشخيص الطبي. اعتبارا من أواخر التسعينيات تم ربط الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وبالواجهة بين الإنسان والآلة، وذلك لإنتاج حواسيب ذكية توحي بوجود أوضاع عاطفية ومشاعر. منذ عام 2010 وبفضل قوة الآلة أصبح من الممكن استغلال البيانات الضخمة بواسطة تقنيات التعلم العميق التي تعتمد على استخدام الشبكات العصبية الشكلية، مما أدى إلى ظهور تطبيقات مثمرة في العديد من المجالات طبعا، كالتعرف على الكلام أو حتى التعرف على الصور، وبعضها أصبح يقوم بالرد عليك أيضا كما أنك تتواصل مع أحدهم بشكل حقيقي. وهنا كانت أيضا بعض الأمور الفاصلة والتي من خلالها أصبحنا نسمع عن الكثير من التطبيقات في الآونة الأخيرة والتي أصبح يسوق لها أيضا، ومنها تشات جي بي تي. ما هو هذا التطبيق؟ كيف يعمل؟ وكيف يمكن مساعدتك أنت في حياتك العلمية والعملية؟ سنتحدث في هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الخبير التقني محمد المقدادي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. طبعا انا حضرت لك الكثير من الاسئله على الموضوع كوني حدا مش خلينا نحكي متاصل في موضوع التكنولوجيا، وفي كثير من الناس مع فكره زي يعني يتعامل مع التكنولوجيا لانها يجب ان يتعامل معها بشكل او باخر، ولكن سرعه ان يعني تجتاح حياتنا بعض المصطلحات او بعض الامور. كنت امبارح طلع اليوم الكل حدا بحكي فيه. نعم. ما هو تشات جي بي تي؟ نعم، يعني شوي شوي علينا. طبعا زي ما حكيتي انت اسراء، اليوم لما حد يجي يحكي عن الذكاء الاصطناعي فهو قاعد بيحكي عن تكنولوجيا متاصله منذ الازل، نحكي من الخمسينيات. فانت لما بتحكي عن الذكاء الاصطناعي اليوم العديد من الناس ما عندهم اصلا شو الذكاء الاصطناعي وكيف بيشتغل، لازم تكون فاهم كيف عم يشتغل وتاخذ اكزامبلز حتى تقدر تفهم شو هو اصلا الذكاء الاصطناعي. فاليوم لما نيجي نحكي عن الذكاء الاصطناعي وبشكل عام اللي هو طريقه محاكاه العقل البشري أو طريقة محاكاة تفكير البشر بحيث أنه هو يحاول يتعلم من المعلومات حتى اللي بياخدها، سواء أنت بتضخ فيه معلومات أو سواء أنت بتسحب معلومات مثلا من الإنترنت بتصير بتعالجها وتحاول أنك تحللها ومنها بتصير تطلع بقرارات. وهذا الإشي اللي هو اليوم الذكاء الاصطناعي. اليوم اللي خلى الذكاء الاصطناعي اليوم ينتشر اللي هي الحاجة تبعية الإنسان، واخترعوا عليها اللي هي زي مشروع سموه تشات جي بي تي، مبني على هاي التكنولوجيا اللي هي اسمها الذكاء الاصطناعي. فبس حبه زي ما بقولوا. يعني الفكرة الرئيسية أو القوة الرئيسية تأتي هنا من القدرة على تخزين أكبر عدد من البيانات
وبالتالي تحليلها واستخدامها في الوقت المناسب محاكاة لعقل الإنسان في التعامل مع بعض المواقف. نعم طبعا بشكل يعني أو بآخر. نعطي مثال جدا بسيط اليوم كإسراء، اليوم لو نيجي بدنا نعمل مثلا حلقات مثلا في في الذكاء الاصطناعي، نعم مش الذكاء الاصطناعي، نحكي في المملكة على سبيل المثال، أو أنا معد بدي أعمل 10 حلقات، بطلب من شات جي بي تي اكتب لي سكريبت ل10 حلقات وأكثر المواضيع التي يتحدث عنها مثلا البشر في الوقت الحالي، بيكتب لي 10 حلقات وفي المشاهد وفي الفقرات وكيف لازم تصور وكيف لازم تحرك الكاميرا. وأنا بنفس الوقت بعد هيك رجعت سألته سؤال، بس أنا شفت أنك مش كاتب مثلا حلقات عن البحر مثلا وكذا لأنه في بداية الصيف، فبيبلش يكتب لك اللي هي المشاهد اللي لها علاقة مثلا في البحر وغيره. فأنت عم تحكي عن سياق في الكلام، وهذا السياق في الكلام مع تشات جي بي تي بتحس أنك تحكي مع إنسان بشري. فبالتالي يعني زي كأنك أنت بتحكي مع الكثير من المصادر، نعم، لكثير من المعلومات بشخص تجميعها واحد في مكان واحد هو اللي بيعطيها القوة. طبعا صحيح. وتحليلها، تحليلها كيف بيتم تحليلها؟ يعني نعم. شو نوع التحليل الذي من الممكن أن أحصل عليه من خلال تشات جي بي تي؟ نعم سؤال رائع، لأنه إحنا لما نيجي نحكي عن تشات جي بي تي هو مش فقط عبارة عن يعني نحكي جهاز عم يضخه فيه فقط معلومات، هو بإمكانه أنه يخترع معلومة جديدة باستخدام المعلومات الخام الموجودة فيه. طب ممكن تبسط لي إياها بنموذج أو مثال؟ مثلا لما نيجي إحنا حكينا أنا أعطيتك كاسة وأعطيتك ورقة، شو بإمكانك تصنع منها؟ مسك الورقة حطها وحط الكاسة فوق الورقة، عمل منها منزل على سبيل المثال. فأنا أعطيتك المعلومات الخام، بس أنا ما حكيت لك أنه أنت مثلا بإمكانك تعمل بيت من هاي المعلومات. هو بإمكانه عن طريق التحليل اللي موجود عنده والخوارزميات والكود البرمجي اللي هو مكتوب فيه بإمكانه يتخذ قرارات يعني عنك، وبإمكانه أنه يعدل على كل إجابة، يعني ممكن يجاوبك إجابة مختلفة عن الإجابة تبعيتك. مبني على فكرة الاحتمالات، تحليل يعني تحليل احتمالات، المانيبيليشن، معالجة البيانات، تشكيل البيانات، كل هاي الأمور بتساعده لحتى أنه يتخذ قرار مختلف في حال أنت سألتي سؤال أو أنا سألت السؤال وبسياق كلام. يعني أنت سألت السؤال بدك تكمل عليه، اسأله شو حكيت لك أنا مبارح تتذكر، ما تحكي له شو المعلومة، تعال احكي له أنا بدي اليوم أنك تزيد عليها 1 2 3 4، بمشي معك في سياق الكلام وبيذكر ايش انت كنت عم تحكي له. فانت طب عم اذا حكيت له اكثر من معلومه كيف تعرف ايش انت شو بتقصد؟ ما عنده اي مشكله، انت حكيت له مثلا انا بحكي لك على المعلومه الثانيه اللي سالتك عنها امبارح، يعني بدك تتحدد يتذكر. لا مش حتى احكي له اي المعلومه اللي حكيت لك خاصه بالشيء، يعني مستحيل يعطيك معلومه من غير ما يكون في خصوصيه للشيء. وصل لهاي الدرجه، يعني انت اليوم باجي احكي له مثلا انا اعطيني اللي سالتك امبارح عن موضوع متخصص مثلا في الماثماتكس والرياضيات، بروح برجع للموضوع اللي له قبل ماثماتكس. فأنت عم تحكي زي كأنك عم أحكي أنا هلأ مع إسراء، تذكري في الحلقات الماضية مثلا اللي كنا نحكي فيها عن تكنولوجيا كذا، بتصير يستذكر الإشي اللي عم يصير وبيجاوبك على أساسه وبيحلل على أساسه. ويمكن هون نقطة ضعف الإنسان فيما يخص الذاكرة والبيانات، وأكيد الكثير من المخاوف دائما لأي شيء جديد أنه هل سيلغي الإنسان دوره بمراحل معينة؟ وانا لي يعني رايي بهذا الموضوع، بس بدي اشوف راي يعني حضرتك فيما يخص التكنولوجيا، لانه رايي مبني عليه السؤال. فشو رايك من ناحيه الفكره؟ نعم انا بالنسبه لي لما اجي احكي عن هل سيلغي الانسان، اليوم الانسان بامكانه يعني يتطور من خلال تشات جي بي تي. انا كل يوم بمر علي بستخدم تشات جي بي تي، وطريقه استخدام تشات جي بي تي جدا سهله، واي انسان. طبعا هو متاح بلغه واحده اللي هو الانجليزيه، ولا باكثر من لغه؟ باكثر من لغه، ولكن اللغه العربيه هي ليست افضل طريقه يعمل فيها تشات جي بي تي، ولكنه يعمل باللغه العربيه. كانك تحكي معه باللغه العربيه ويجاوبك، حتى بامكانك تساله باللغه الانجليزيه وتحكي له جاوبني في اللغه العربيه وبامكانه يجاوبك في اللغه العربيه. فبالنسبة لي اليوم تشات جي بي تي هي وسيلة إنه تنكريز الباور، يعزز من القدرات البشرية. هلأ سيلغي بعض طبعا المهام اللي هي جدا بسيطة، اللي أنا بالنسبة لي يعني العقل البشري هو أكبر وأسوأ من إنه يتعامل معها، ولكن كنا مضطرين نعملها. وين بسيطة؟ بدك تلغي معدين المملكة. يعني معدين المملكة طبعا لا غنى عنهم ولا يلغيهم، يعني لا تشات جي بي تي ولا غيره. طبعا جماعتنا خافوا من الموضوع. حتى في المدعين. هذا موضوع تاني بلشوا فيها. وهون رح نقود لفكرة السؤال الآخر اللي هو تطور الإنسان
إبداعيا، يعني إلى حد ما الإنسان بعد كل مرحلة إذا بدنا نيجي نحكي تاريخيا كان يصل إلى مرحلة من الإشباع في بعض الأمور، بحاجة إلى تو إسكليت خلينا نحكي، أو إنه يرفع من قدراته اللي هي أصلا موجودة غير مستغلة على فكرة، يعني من ناحية هذا الجسم دائما بيقولوا إنه الذكاء الاصطناعي وذكي إنه الذكاء الاصطناعي بده يهاجم ليكون أقوى من الإنسان، ولكن هل إحنا كأشخاص أو كبني آدمين أو كقدرات عم فعلا نشتغل على هذه المهارات بالشكل المطلوب؟ هل في حدا يوجهنا أيضا لاستخدام هذه المهارات بطريقة نقدر نستخدم الأدوات المتاحة لنا هلأ بطريقة تكون فعالة وتأخذنا لمستوى آخر من الإنجاز؟ نعم، هلا نيجي نحكي عن هذا السؤال كيف بده يسأل الآلة؟ طبعا بقدر، حتى لو في آلة ما بتستبدلك كمان إسراء. اليوم لما نحكي كمان عن الذكاء الاصطناعي، احنا قاعدين بنحكي عن تكنولوجيا بتعمل سكيلينج اب وبتعمل ايفوليوشن للبشر، بتطور من البشريه. فانا بالنسبه لي اذا انت اليوم عم تعتقد انه رح ياخذ وظيفتك، من الممكن ياخذ وظيفتك الجزء البسيط منها ولكنه مش الجزء المعقد، واحنا بعيدين كل البعد، جزء روتيني يعني 100%، بعيدين كل البعد عن انه مثلا يجي اليوم حدا بذكاء اصطناعي يحكي بالايموشنز، يمزح، يحكي الشغلات اللي بطريقه عم نحكي فيها لأنا وإسراء، احنا بعيدين كل البعد لسه. ولكن اسمى مرحله من التطور في الذكاء الاصطناعي هي المرحله اللي بيلغي فيها الذكاء الاصطناعي الاعتماديه على البشر وعلى المعلومات الخام اللي بيقدمها البشر. فتخيل استقلاليه كامله لهذا الروبوت مثلا، هون ببلش اللي هي المرحله ممكن يصير في معركه، لما نيجي نحكي عن شيء فيوتشرستك، شيء مستقبلي، ممكن يصير في معركه ما بين البشر والآلة باتخاذ القرار. طبعا، لانه انت صف الآلة عم تتخذ القرار بدون اي تدخل بشري، وفي حال وصلت لهي المرحله ممكن تعتقد انه انا لازم، انا في مرحله اسمى من الإنسان ولازم إني أحكم الأرض لأنه أنا طريقة تفكيري مختلفة. وراح نشوف كمان اللي هي دمج ما بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات بقطعة شيبسيتس. يعني أنت عم تحكي اليوم عن ذكاء اصطناعي وعم تحكي عن رقاقة اللي حكوا عنها اللي تزرع في جمجمة الإنسان. تخيلي دمج تشات جي بي تي في هاي القطع التي تزرع في جمجمة الإنسان، تصير تسأل حالك وتجاوب حالك بدون الرجوع للإنترنت أو لأي لابتوب. وتخيل عدسات موجودة في عيونك إنه تقدر تشوف الفيجواليتيز، تصير تشوف الفيديوز والأشياء اللي عم تبحث عنها على سبيل المثال قدامك. هذا الإشي من الممكن أن تعتقد إنه هو فيوتشرستك أو إنه مستقبلا يعني كتير بعيد، ولكن إحنا اليوم نتحكي عن نيورالينك، هي شركة موجود عندها الرقاقة وهي مساهم فيها كمان إيلون ماسك، وعم تحكي عن أوبن آي كمان مساهم فيها إيلون ماسك، فشركتين مساهم فيهم نفس الشخص. تخيل دمج هدول اثنين تكنولوجيا مع بعض وصير في تشات جي بي تي موجود في دماغك. شوف انت كيف الموضوع رح ياخذنا لموضوع اخر اللي هو صراع القوى. يعني دائما في اي مكان عندما يملك الشخص او الآلة او الجهة القوة، هون بصير معيار المفاضلة بين الأشياء أو حتى شكل المستقبل. وفي سياق حديثك يعني ذكرت نقطة مهمة اللي هي فكرة أنه الإنسان عندما يبدأ أن يكون اتكالي على الآلة بالذكاء الموجود فيه، فوين الخطر بالاتكالية هاي؟ يعني بالوقت اللي هو المفروض عم خلصنا هذا المهمة اللي أعطيتها للآلة وبدي أبلش شيء أعلى، صحيح؟ نعم، بالسيطرة على الآلة. نعم، سؤالك جدا رائع، لأنه اليوم أنت في حال تخيل إشي سيطر عليك وعلى دماغك وتعودت عليه وفجأة انقطع الإنترنت، زي ما حكينا هاي الرقاقة هي مزروعة في جمجمتك وموجود عليها تشات جي بي تي، تخيل انقطع الإنترنت وبطل تقدر تستخدمها، هل سيكون مثلا دماغك في الوقت الحالي أنه مش قادر يتعامل مع الطريقة اللي كنت تفكر فيها ويصير يضمر مثلا أو يصير في عندك نوع من الغباء مثلا؟ لا، لأنه أنت في الحالة اللي بيكون مدموج فيه عندك الذكاء الاصطناعي رح يكون دماغك يشتغل بأمور أهم. يعني أنت لما اليوم عم تحمل أشياء تقيلة، جبت روبوت بطل أنت تحمل أشياء تقيلة، صرت تهندل أمور تانية، فصفيت أنت فيه الأشياء اللي مش مهمة التغت وصار يهندلها اللي هو الآلة، والأشياء المهمة أنت صرت تأخذها بعين الاعتبار. ولكن وين بتصير الخطورة؟ إذا صرنا نتحول لسايبورغز، سايبورغز اللي هو دمج ما بين بشري ومدمج ما بين آلة، أنت صار في إلك قطع آلية وصار في إلك دماغ آلي، ولا صار جزء من الدماغ عندك يصير آلي. هنا فعليا أنت عم تحكي عن اعتمادية كاملة للطاقة الكهربائية، اعتمادية كاملة للإنترنت، للمعلومات، كثير شغلات عم تحتاجها الآلة. إحنا آب إذا تعودنا على مشكلة ممكن راح على عصر آخر لما مثلا ما يضل لاقي الموبايل. ففعليا أيضا موضوع أنه الطب النفسي، علم الاجتماع،
وكثير من الأمور يمكن هاي إلها هلأ صار في سوء أكبر. نعم. لما عند تتطور الآلة يجب أن تتطور كبشر. نعم. أو كمجتمع أو كحياة. هون المشكلة يمكن بهاي الفجوة. نعم. الموجودة أحيانا بشكل كتير كبير حتى بطريقة تقديم أحيانا المنجز. وبتخيل أنه كلهم ما دام استخدموا البشر بطريقة ما رح يقدروا أنهم يستفيدوا منه إذا قرروا ذلك. طبعا. لكن للأسف انتهى وقتنا معك الخبير التقني محمد مقتادي، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك.